بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل اللقاء مع الأستاذة الدكتورة سناء سامي عبيد وحديث عن المانجا. حضرتك في الفترات الأخيرة، طبعا أنا كمستهلك مصري بشكر كل القائمين على زيادة وانتشار هذا المحصول، لأن طبعا ما كانتش الثمار ديت متوفرة لحد سنة 2000 تقريبا. بعد سنة 2000 بدأ المواطن المصري يعرف ان فيه محصول اسمه مانجا يقدر يشتريه او متوفر بالنسبة للجميع. فحضرتك باختصار تقولينا اصناف المانجا كان وضعها ايه في مصر، او تاريخ دخولها مصر ازاي، دخلت عدد اصنافها حاليا قد ايه، التوسع في انتاج المانجا ازاي في مصر من خلال معهد البساتين او من خلال الانتاج الخارجي. هو بالنسبة للمانجا زي ما احنا قلنا في الأول إن المانجا دخلت مصر سنة 1825، تمام، كانت مقتصرة على 3 4 أصناف ايوه جابهم محمد علي معاه، وبدأوا يتزرعوا في القرشية وفي كلية زراعة عين شمس، موجود شجر لغاية دلوقتي. طبعا الناس ما كانتش عارفة أهميتها لأنها ما كانتش موجودة غير في أماكن محدودة. لما ايوه بدأت إن هي إيه شوية شوية تنتشر والناس تعرفها، بدأوا في بعض الناس ياخدوا بذور من الشجر اللي عندهم ويزرعوه. جاء صنف زي صنف العويس ده، يعني اتعرف بعد كده لأن هو طلع من عند واحد اسمه عويس فسماها باسمه، وهكذا اي اي بدأت الأصناف تيجي. هي المانجا اساسا فيها اصناف، يا اما اصناف كانت من منطقه الهند ايوه ودي اصناف معروفه، او ان هي جايه في بعض الاصناف المحليه اللي زي ما انا قلت كده، يعني طلعت من عندنا هنا من مصر، ايوه او في اصناف اجنبيه اللي هي كانت موجوده في امريكا وفلوريدا وكاليفورنيا والمناطق دي. اي عندنا في مصر كان كله تقريبا مركز على بعض الاصناف اللي هي اللي احنا بنقول عليها المحليه، او اللي هي جايه لنا من بره، فكان مش موجود غير ايه او المعروف قوي، اي الزبده، التيمور، الهندي، العويس، اي الالفونس، اللانجرا، الفجر كلان، يعني كانت يعني اصناف محدوده، اي وفي كتير منها كان معمول بالبذره، اي فبالتالي الشجر كان بيعلو قوي. وطبعا ما كانش زي ما قلنا ان المانجا دخلت اصناف محدوده ويعني زادت شويه، فكانوا الناس بيزرعوها. طبعا مسافات الزراعه زمان كانت كبيره جدا، كانوا بيزرعوا على 10 في 10 وعلى 7 في 7 و8 في 8، فكانت طبعا الشجره واخده راحتها قوي، وما كانش فيه اهتمام لا بعمليات تقليم ولا بعمليات صيانه، فبالتالي الشجر كان بيعلى قوي. يعني هي كانت زراعات منفردة، يعني واحد عنده حديقة ياخد بيعمل شجرة كان شجره ويعملها. حتى الناس اللي تمام. كانت بتزرع في مساحات ما أي كانوش ايه، يعني برضو ما كانش لسه الخلفيه العلميه الكويسه معروفه، أيوه فكانوا أيوه زي ما بقول لحضرتك بيزرعوا على مسافات كبيره جدا، ما فيش أي اهتمام بعمليات التقليم، ما فيش اهتمام بعمليات التسميد، فبالتالي الشجر ما كانش بياخد التغذيه الكامله بتاعته، وبالتالي أي كان الانتاج مش عالي، بس الناس ما كانوش بيدوروا على الارباح، يعني أي كله كان زارعها استهلاك محلي أو للاستهلاك لنفسه. لاستهلاكه الشخصي، أي قليل منهم قوي اللي كان بيبيع. وطبعا زمان كانت الدنيا مريحه، فكان اللي بيكسبوا مش ضايق. أي طبعا لما بدات بقى الحركه تزيد ويتعرف زي ما احنا قلنا فوائد المانجا واهميتها الاقتصاديه، وبداوا في ناس من المزارعين يسافروا بره ويشوفوا المانجا ايه ده احجامها كويسه وبتدي انتاجيه عاليه. يعني احنا هنا الانتاجيه عندنا في مصر الى الان يعني كانت حوالي 3 طن الفدان، ارتفعت بقت 4، بقت 5 اقصاها، مفيش غير منطقه واحده دلوقتي اللي هي منطقه النوباريه اي بتوصل ل 7 طن الفدان. ما شاء الله. طبعا الناس لما سافرت لقت حاجات زي، طبعا احنا يعني سوري في اللفظ متخلفين، اي لان في اماكن في الهند وامريكا وكده وباكستان بتدي من 10 ل 15 طن الفدان. تمام. فطبعا لما الناس بقى بدات تتعرف على المانجا وتشوف، بدات لقت ان لا لازم نهتم بعمليات التقليم، ايوه لازم ندخل اصناف جديده، لان الاصناف المحليه بتاعتنا بدات تشيخ من قله الاعتناء بيها. بداوا يعرفوا
يعرفوا ان في اصناف تانية موجوده خارج مصر بتدي انتاجيات عاليه. فبداوا الناس سواء قطاع خاص او قطاع حكومي من خلال عندنا من المعاهد والمراكز البحثيه يهتموا ايه بعمليه زياده انتاجيه المانجا، وبالتالي اتعملت مشاريع كتيره على الموضوع ده من اول الثمانينات، من اول مشروع مصر كاليفورنيا بداوا ان هم يدوروا على اسباب انخفاض الانتاجيه في مصر. طبعا كان في الثمانينات اكتر مرض مقلل الانتاجيه كان التشوه. فطبعا كانوا بيدوروا على اسباب التشوه الموجود في الشجر سواء زي ما انا قلت شتلات او خضري او زهري. يعني كان المشروع تقريبا منصب على كده. جاء بعد كده في مشروع تاني كان اسمه الاون فارم، ده كان بيهتم بان هو ينزل للمزارعين ويدي لهم بعض الارشادات اللي تعمل على زياده الانتاجيه. الارشادات دي كانت بتتلخص في ايه؟ كانت بتتلخص في اهميه التقليم، لان اغلب مزارعين المانجا ما كانوش بيعملوا تقليم خالص. بالزبط. لدرجه ان احنا الاجانب اللي كانوا بيجوا في المشاريع دي اما شافوا شجر المانجا قالوا احنا اول مره نشوف شجر مانجا بيتزرع عشان الخشب. لان هم كان الترنك بتاعه قد كده والشجره طبعاً عاليه جدا 11 متر و12 متر، فقال لك انتوا بتزرعوها عشان ايه؟ عشان تاخدوا خشب. فبالتالي بداوا في من خلال المشاريع دي بدانا ان احنا نعمل توعيه للمزارعين، وننزل احنا بتوع المراكز البحثيه ومن معهد عندنا ننزل نوجه المزارعين لاهميه عمليات التقليم، لاهميه عمليات التسميد، التنظيف الارض، ازاله الحشائش، الاهتمام بمقاومة التشوهات والأمراض زي الحشرات القشرية والبق الدقيقي والعفن الهبابي واللفحة وكل الأمراض اللي بتصيب المانجا دي. بدأنا ان احنا نوعي الناس، الناس ما كانتش عندها توعية. الشجرة متشوهة خالص وما بتجيبش انتاج وهو مش عارف السبب ايه. الشجرة مليانة حشرات قشرية وبق دقيقي وبتاع ومش عارف السبب. احنا بدأنا فعلا ننزل من الثمانينات نعمل توعية للناس ان لا، ان انت لازم اول ما تلاقي المرض ده تعمله البياض الدقيقي، امتى تبتدي ان انت تعمل الاول مقاومة ليه. تعمل مقاومة للحشرة القشرية. عملية التقليم واهميتها الشديدة في زراعة المانجا بدأنا ان احنا نوعي الناس لازم ننزل باطوال المانجا. اللي زارع بذري لا، اقرط وطعم اصناف علشان الاصناف هتديك اكتر من المحصول البذري. كل الحاجات دي من اوائل الثمانينات كانت بدات المعاهد تهتم بالمواضيع دي. ما التقليم كان له ميعاد معين؟ التقليم عندنا هنا في عندنا انواع من التقليم. في التقليم الاساسي اللي هو تقليم التربيه. تقليم التربيه ده بيجي في الثلاث سنين الاولانيين من عمر النبات. بربي الشجره. بربي يعني. الشجره. تمام. فالمفروض ان انا بعد ما انا زي ما احنا قلنا كده ان انا باخدها وبزرعها. أيوة. في الارض المستديمه، ان انا بهتم في خلال الثلاث سنين الاولانيين بعمليه الايه؟ التربيه. تمام. التربيه دي ايه؟ ان انا بسيب النبات ينمو واشوفه هل هو فرع. أيوة. يعني طلع فرعين طلع ثلاثه. اوكي. أيوة. اوكي. لا ما فرعش وطالع على فرع واحد، المفروض ان انا بعمل عمليه تطويش عشان انا اجبره على ايه؟ على عمليه التفريع. تمام. خلال الثلاث سنين الاولانيين دول زي ما قلت بعمل عمليه التربيه، ان انا بزود المسطح الخضري بتاع النبات، وعشان كده زي ما احنا قلنا بهتم بالايه؟ بالتسميد النيتروجيني. علشان هو ده اللي بيساعد في ايه؟ في خروج النموات الخضريه. ان انا اديني مسطح خضري. تمام. يسمح بايه؟ بان انا اشيل عليه. تمام. في خلال الثلاث سنين الاولانيين دول حتى لو النبات ظهر ما بفضلش ان انا اسيب التزهير ده، بفضل ان انا اشيل التزهير ده علشان خاطر اوفر التغذيه واللي بالنبات بيستهلكها في عمليه التزهير، وان هو عشان يطلع لي ثمره في ان انا ايه اعمل عمليه تغذيه للنبات وان انا ايه يديني تفريع كويس. ده التقليم التربيه. طب حضرتك في تقليم التربيه يعني احنا المفروض ان احنا بنربي شجره المانجا ان هي تكون مفتوحه. مفتوحه. يعني نعرف بقى الناس يعني ايه شجره مفتوحه، يعني إيه والغرض منها ايه. شجره المانجا الحمل بتاعها حمل طرفي. أي. يعني ايه حمل طرفي؟ يعني البرعم بتاعها اللي في الطرف هو ده اللي بيدي ايه سمار. محصول. ليه؟ لان هي فيها حاجه اسمها السياده القميه. بالظبط. يعني ايه السياده القميه؟ يعني طول ما البرعم الطرفي موجود البراعم. أيوة. الجانبيه ما بتشتغلش. تمام. وبالتالي ببص الاقي ان كل فرع عليه برعم واحد. انا في موضوع التقليم التربيه ده بجبر البراعم الجانبيه على الخروج بعمليه التطويش اللي انا بعملها عشان ان انا ايه اربي اكبر عدد من الافرع،
وبالتالي هيبقى عندي عدد اكبر من الشماريخ الزهريه اللي هتطلع على هذه الافره. ايوه المانجا كمان ما بتحبش زياده الرطوبه حواليها، فانا لو ان انا سبت الشجره تطلع زي ما هي كده كومباكت في بعضها، تبقى عامله زي الشبكه كده. أيوة. طبعا ما بيبقاش في ضوء داخل الشجره من جوه. أيوة. وبالتالي هتزيد نسبه الرطوبه وده هيزود الامراض اللي جواها. بالظبط. ومفيش المسطح بتاعي مش هيبقى فيه جزء منه مكشوف ولا حاجه، وبالتالي هبص الاقي الانتاجيه هتقل. تمام. فعشان كده انا دايما لما حتى اما اجي اعمل عمليه التقليم باجي تحت الشجره كده وابص. ايوه والله ربنا مديني النور وشايفه النور من خلال الافرع، يبقى كده تمام مش محتاجه حاجه، ممكن ان انا اطوش الافرع بس لو ان هي ايه طولت. أيوة. عن الحد المطلوب. أيوة. لكن لو ان انا بصيت لقيت الدنيا ضلمه انا مش شايفه السما، يبقى لازم ان انا ابتدي اقلل من الداخل للخارج. أيوة. يعني ايه من الداخل؟ يعني دايما اخد من الافرع الداخليه اللي في قلب الشجره، هي دي اللي تتشال، لان هي دي اللي هتفتح لي الايه قلب الشجره. قلب الشجره، وبالتالي هتعمل لي حاجتين، هتزود المسطح الضوء اللي داخل وهتقلل الرطوبه اللي موجوده، وبالتالي الشجره هتنتج انتاج كويس. تمام. فده اول نوع من التقليم. تمام. النوع الثاني من التقليم بيبقى التقليم الصيفي، وده التقليم الصيفي ده بيجرى تقريبا في شهر 5، وده بعمله بعد ما بيحصل عملية العقد للثمار عندي. ببتدي ان انا اشوف والله ده انا ظاهر عندي شويه تشوهات، ما هو انا كان عندي تزهير. أي. وكان في ازهار مشوهه. أي. انا مش هسيب بقى الازهار المشوهه دي تعمل عبء على الشجر. وتاخد غذاء وتاخد غذاء. ايوه تمام. فببتدي ان انا اخد التشوهات دي واعمل لها عمليه تقليم بالراحه طبعا عشان في اسمار، ما أيوه. ما اضرش بالاسمار اللي موجود. بالظبط. بعمل عمليه تقليم ليها. في شجره فرع مصاب بروح شايلاه، في فرع بعد ما طلع سقط كل اللي فيه بروح شايلاه، بحيث ان انا ايه اوفر تغذيه للشجره عشان تكمل الثمار اللي موجوده عليها. فده تقليم بسميه التقليم الصيفي. في النوع المهم برده من التقليم اللي هو التقليم الشتوي. التقليم الشتوي ده بيبدأ من عقب جمع المحصول لغاية شهر 9 و10 و11. ببتدي زي ما احنا قلنا ان في اصناف مبكرة واصناف متوسطة واصناف متأخرة. تمام. لو انا عندي المزرعة كل الاصناف مثلا اللي فيها اصناف مبكرة وجمعت المحصول، بتقي طبعا الفترة بس ايه اللي هي فيها حرارة شديدة، يعني انا ما اقدرش اقلم مثلا في شهر 8. اي 7 و8 بيبقى الجو حر جدا، فما اقدرش ان انا اقلم فيها. لكن انا ببتدي من اول شهر 9 ببتدي ان انا اعمل عملية التقليم، والتقليم دي مهم جدا يا جماعة. أي. لان هو ده اللي بيدي انتاجية كويسة وبيزود المسطح الخضري للشجرة، فبيدي انتاجية كويسة. ببتدي ان انا اعمل عملية التقليم طبعا عقب جمع المحصول، زي ما احنا قلنا طرق الجمع مش قد كده. أيوة. طبعا العامل وهو بيجمع بيسلخ فرع، بيكسر فرع، بيعمل مش عارف ايه، فبتدي ان انا ايه انظف الشجرة، اعمل لها عملية تقليم بسميها انا صيانه وتنظيف. أيه. ان انا بمسك الافرع، لو عندي افرع مكسوره بشيلها، افرع مصابه بشيلها، افرع جفت بشيلها. أيه. الشجره طولت شويه ببتدي ان انا انزل بطولها شويه، الافرع المتهدله ببتدي ان انا اقصرها عشان ارفع حجر الشجره. أيه. كل الحاجات دي بعملها وبنضفها كويس قوي قوي، وعقب عمليه التقليم دي برش اكسكلور النحاس، وده مطهر فطري علشان خاطر طبعا المقصات اللي انا استخدمتها لو فيها اي حاجه، اعمل عمليه صيانه للشجره، لانها طبعا بتبقى ايه حصل عمليات ادماء اثناء القص، فان انا ايه كان كده حضرتك اتجرحتي وان انا بعمل لك ايه تطهير للجرح. فبعمل عمليه تطهير بس بيبقى رش غسيل، يعني بغسل كويس الشجره من ايه من بعد عمليه التقليم، بحيث ان انا بنضفها كويس وبغطي اي افرع موجوده علشان اغسلها كويس جدا. ايوه. بعد كده هو ببتدي ان انا بعد عمليه الرش اكسكلور النحاس دوت بنضف تحت الشجره كويس من اي حشائش، او لان الحشائش بتبقى عوائل لانتقال الامراض طبعا. بعد كده بنضف جذع الشجره لو ان انا عندي في بعض الاصناف بتبقى فيها تشققات او حصلت اصابات حشريه فعملت تشققات، فبتدي ان انا انضف بسكينه حاده، انضف ازيل القلف المفصول بس عشان ما احفش وايه واذي اللحاق بتاعي، وانتوا عارفين منطقه اللحاق فيها الاوعيه، فبالتالي ممكن ان انا ايه اقضي على الشجره. تمام. بشيل القلف المفصول كويس، وبعد ما بشيله بعمل عجينه بوردو، ودي عباره عن 2 كيلو
كبريتات كيلو كبريتات نحاس مع 2 كيلو جير حي. طبعا كبريتات النحاس صعبة الذوبان، فبدوبها على الساخن. أيوة. واخد الراشح بتاعها اطفي بيه الجير الحي اللي عندي. أيوة. ولو ان انا عندي قلب تنشوكي او قلب صبار او حاجه كماده ليها ريحه نفاذه عشان تطرد الحشرات، وبقلب بيها المخلوط ده كله على بعضه، فبيصبح عجينه كده بضيف عليه من 10 ل 15 لتر ميه. بضيف الاول 10 لتر ميه علشان يعمل لي عجينه ملفوفه. العجينه دي بقى بسد بيها كل الشقوق اللي موجوده على جذع الشجره او الجروح اللي نتيجه ان انا وانا بفصل عملتها. بعمل كويس قوي الجذع الرئيسي والافرع الرئيسيه اللي عندي بعجينه بوردو دي، وبعد كده ممكن ان انا ايه اخفف المحلول لغايه 15 لتر وادهن. ادهن الجذعين الاول ان انا اسد كل الشقوق اللي حصلت سواء في الجذع او الافرع، وبعد كده بروح دهنه بحيث ان انا ادهن الجذع الرئيسي والافرع الجانبيه لغايه تلتها كده، بحيث ان انا الماده دي بتمنع عني انتشار الحشرات، لان زي ما انا قلت كبريتات النحاس والصبار اللي انا بحطه بيبقى ماده نفاذه بتمنع دخول الحشرات للجذع. بعد ما ادهن كده هو ببتدي ان انا ايه اراعي النباتات بعد عمليه التقليم والصيانه اللي انا عملتها دي طول الشتاء. طبعا في الشتاء ما بيحبس ان انا ادي ري كتير للشجره، لان زي ما قلنا في الاول المانجا من الحاجات اللي مش محبه قوي للغضب يعني. أي. فبالتالي بان انا بروي على فترات متباعده علشان ايه داخل عليا الشتاء. كمان بهتم جدا بعمليات ايه نخش بقى في شهر فبراير كده وتبتدي البراعم تنتفخ، ان انا بعمل عمليه ايه حمايه للشجره من ان هي تصاب بالبياض الدقيق. فبرش كبريت مايكروني 250 جرام لكل 100 لتر ميه، برشه ده بيعتبر حمايه ليها. أي. لكن مجرد لو وانت ماشيه لقيتي ان البياض بدا ينتشر لازم طبعا استخدم ايه مبيدات جهازيه علشان ايه تقيها من في خلال الفتره دي كلها. ان انا بهتم بعمليات الري، بعمليات التسميد بعد كده كله في مرحلته. ايوه. طبعا التسميد انا بعمل معادله بسيطه قوي للتسميد. ببتدي ان انا في المرحله الاولانيه من عمر النبات بقول التسميد 2:1، يعني 2 نيتروجين ل1 بوتاسيوم. ليه؟ لان المرحله الاولانيه من عمر النبات اللي هي فتره فبراير ومارس ده انا محتاجه ان النبات ان هو ايه يديني نمو خضري ويستعد لايه للتزهير. بعد كده مرحله التزهير والعقد الاولاني ده بتبقى 1:1، يعني ايه لو هحط جرام نيتروجين احط جرام بوتاسيوم. بعد كده المرحله النهائيه اللي هي بدات بقى الثمره تتكون وهتبتدي بقى تخش عايزه تلوين وعايزه كبر حجم، ببتدي اقلب المعادله اخليها 2:1، يعني ايه 1:2، 1 نيتروجين ل2 ايه بوتاسيوم، عشان بيبقى الثمره محتاجه لكميه بوتاسيوم عشان عمليات التلوين فيها. فده المرحله. فانا يعني المانجا ما بتحبش الفوسفور؟ لا بتاخد الفوسفور. مهم جدا في الخدمه الشتويه، احنا لسه كنا بنقول. أيوة. الخدمه الشتويه ان انا بعمل عمليات التقليم كويس. أيوة. وان انا بنظف الارض وان أيوة. انا بجهز النبات لاستقبال الايه الشتاء. طب أيوة. انا الشتاء ده هواجهه ازاي؟ هواجهه أيوة. عده حاجات. أيوة. اولا لازم ان انا بحط التسميد الشتوي اللي هو عباره عن احط في الجوره سماد عضوي. بحط فيها سوبر فوسفات. أيوة. علشان السوبر ده بيدفي الجذور. أيوة. فهو مهم جدا. أيوة. بحط فيها كبريت زراعي. علشان برضو الكبريت بيحسن خواص التربه. بحط فيها نيتروجين وممكن احط بوتاسيوم بس بنسب صغيره، يعني ان انا بعمل خلطه كده عباره عن زي ما انا قلت عباره عن سماد عضوي عليه من كيلو لكيلو ونص سلفات